الكتاب مع الاخير. اذا هون عندنا ناخذ هذا 3 فولتج سورسز. هلا الفولتج سورسز هون مشبوكين الثلاثه كدلتا سورسز. راح اسمي النقطه هذه A، فهذا راح يكون عندي اللاين كرنت اي A. راح اسمي النقطه هاي B، هذا راح يكون اللاين كرنت اي B. راح اسمي النقطه هاي C، فهذا راح يكون عندي اللاين كرنت اي C. راح يضل عندي هون VAB اللي هو اللاين فولتج، هو نفس VAB الفيز فولتج، ونفس الشيء VBC وVCA نفس الشيء. هلا اذا جينا طلعنا هون هذا لانه سورس، راح اتبع السورس كونفنشن، والسورس كونفنشن بقول انه الكرنت راح يطلع من البوزيتيف تيرمينال، فالسورس هذا عم بضيف انرجي. ونفس الشيء هون عندي الكرنت راح يطلع من البوزيتيف تيرمينال، هون راح يطلع الكرنت من البوزيتيف تيرمينال. وعندي هون فولتج VBC لاجينج VAB، اذا حطينا هون VAB راح يكون V فيز او V لاين at 0 degrees، هذا راح يكون V فيز او لاين minus 120، وهذا راح يكون V فيز او V لاين minus 240. وهيك السيكونس صار صحيح، هيك هذا بوزيتيف فيز سيكونس عندي، هاد لاجينج هاد، وهذا لاجينج هاد 240 درجة. فصار عندي الان اذا بطلع على الكرنتس الثلاثة، بدي اطلع الان العلاقة بين الكرنت هاد والكرنت هاد والكرنت هاد كزاوية وكماجنتيود، بصير عندي اذا طبقت كي سي ال عند النقطة هاي راح يكون عندي اي اي بي ماينس اي سي اي بيساوي اي بي. او اذا بدك تفكر فيها بطريقة ثانية، بيضلوا الكرنتس اللي داخلة هي اي اي بي بتساوي مجموع الكرنتس اللي خارجة اللي هي اي اي زائد اي سي اي، وبعدين بنقل اي سي اي على الجهة هاي بتصير هاي صحيحة. هلا اذا حطينا اي اي بي هون واعتبرت انه اي بي سي لاجينج باي 120 ديجريز، واي سي اي لاجينج كمان 120 ديجريز، فصار عندي اي اي بي واي سي اي. اذا بدي اطرح الان اي اي بي ماينس اي سي اي، باخذ اي سي اي بماينس بجمعهم بهذا الشكل، فاللي بيطلع معي الان هون هو اي اي. الان العلاقه بين اي اي IAB IA lags IAB by 30 degrees، واحنا مفترضين انه عندي هون دوران على اوميجا وعمالي براقب من هذا الاتجاه، فبشوف هذول عمالهم بلفوا بهذا الاتجاه. وطبعا الماجنتيود هو جذر الثلاثة مش هيك، اذا IA يساوي جذر الثلاثة IAB من قاعدة المثلث اللي موجودة هون، بصير عندي هاي تعطيني جذر الثلاثة. اذا هاي هون هي النتيجة المهمة. إذا طلعنا على المقابل اللي بقابلها بالفولتج ستار كونكتد سيستم، عندي هون VA، عندي هون VB، عندي هون VC. لو أخذنا نفس الطريقة هاي هون lagging by 120 degrees وعندي هون اللي جينا نطلع على الفولتج، فلو جيت اطلعت الان على VAB وقارنت VAB في VA وVB، عندي VAB تساوي VA ماينس VB. فلما يجي نطلع لو رسمنا هون VA ورسمنا هون VB، عندي هاي هون 120 درجة. فلو جيت الآن أخذت VAB هي VA minus VB، راح أمد هذه هون، خلينا نحن هذا الجزء أكتبه في مكان ثاني، VAB يساوي VA minus VB، وراح يكون عندي هذا هيك. إذا هون النتيجة مختلفة، عندي هون VAB leads VA by 30 degrees. طبعا هاي هون ان ستار سيستمز وهاي ان دلتا سيستمز، بس طبعا نفس الشيء عندي جذر الثلاثه بتساوي جذر الثلاثه في اي، وبتقدر تثبت جذر الثلاثه باستعمال قاعده الكوساين فورمولا. باستعمال الكوساين فورمولا، هذا مثلث متساوي الساقين، عندي هاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 120، بامكانك تطلع العلاقه بين طول هذا الضلع وهذا الضلع. في جذر الثلاثين؟ نعم. جذر الثلاث، جذر الثلاث في اي بي مع
هذا هون انا بس هون ماجنتيود يعني هون انا حاطط ماجنتيود شيء قصدك وهي هي حطيتها انا الثلاث اوكي هذا تصحيح تبعت المره اوكي